وكانت اشواط قويه بمشاركه الفائزه لعبد الله بن عيسى فنوش المنصوري التي الهت الشوط راس وقامت راس، بينما ايضا توقيت 2:09:45 والشوط الثاني كان المهندس لمبارك بن راشد السعدي 2:10. غنايم لمحمد العلي الشدي بدون اوامر حتى خط النهايه. تهانينا لسعاده محمد العلي الشدي على فوز غنايم بالشوط اللي طاف و 2:11 بدون اوامر عصات محنطه. انا تهانينا والناموس للشدي والشوط الثالث الرابع الذي انطلق على بركة الله وتوفيقه. كان شوط أيضا من الأشواط الجميلة المميزة من خلال هذا الصندوق، صندوق الحلفة المركز الأول، مركز الأول في هذه اللحظات. والمتابعة الجميلة المقدمة مع انطلاقة أشقر لمحمد بن علي الشدي المنصوري. أشقر والشدي أيضا دائما هو منافس قوي مشاهدينا من خلال المشاركات القوية التي تابعناها من خلال الشوط الانطاف بدون أوامر. المركز الثاني يأتينا دور، هناك القدوم، هناك التقدم من قبل مشاهدينا، الوصول القادم بالرقم كم يا شباب؟ 29. أحد يذكر الرقم هذا تبع مين؟ من الإخوة المشتركين في الصندوق محمد بياض صندي، شعار بن بياض، محمد بن بياض بالسم المنصوري من خلال الرقم. المركز الثالث هناك شعار أيضا السعدي رائع المهندس الذي أدى أداء ممتاز في الشوط الأول للقاعدين، والآن مع الخروف مبارك بن سالم بن راشد السعدي. يا سلام على الشوط، يا سلام على الأداء. شوف اللي وصل سويد مبارك بن قشمان ايضا رائع صيحه وصل مع شاهين، لكن نعود للشدي، نعود لرائي غنايم اللي فازت بالشوط اللي طاف. هذا هو مشاهدي الاعزاء شعار سعاده محمد بن علي الشدي على هذا الفوز. الله يا سلام يا سلام يا ابو خليفه، لك التحيه على هذه السلالات التي بالفعل هو انتجها وانجزها وبالفعل اشتراها بهذه أساليب وبهذه الأشياء. ولكل مجتهد نصيب. تهانينا لسعادة محمد بن علي الشدي على هذا الفوز الجميل. سلام يا أبو خليفة، سلام سلام يا أبو خليفة على هذا الإنجاز بدون منافس. يا سلام غنايم، وهذا هو أيضا مشاهد الأعزاء أشقر وغنايم، أشقر وغنايم. يا سلام يا الشدي، يا سلام الشدي، والشوط فيه شدة بقوة. المركز الثاني يأتينا بقوة أيضا سويد بن مبارك بن قشمان المنصوري. المركز الثالث، المركز الثالث يأتينا دور بن بيات، نعم شاهين لمحمد بن بيات بالسم المنصوري، والتوقيت 2:10:11:78. سلام للمرة الثانية على التوالي لسعادة محمد بن علي الشدي على هذا الفوز الجميل. بو خليفة الله،